هلو everyone، اهلا وسهلا فيكم على قناتي. اسمي ناديا، للي ما بيعرفني. اول شي بدي اسالكم كيفكم، كيف كان كريسماس، كيف كان نيو يير، كيف مبلشي 2021؟ ان شاء الله تكون مبلشي بطريقه حلوه. وبعرف انه الي زمان غايبه عن يوتيوب، اكثر من شهرين تقريبا، فعم بعمل هذا الفيديو هيك مثل كاتشاب صغير وبخبركم ليه كنت غايبه ووين كنت غايبه. وبنفس الوقت بنعمل هيك ايزي ميك اب لوك خارج فالنتان، لانه عيد الحب قرب، وكتير متحمسه اني بلش اللوك معكم وخبركم وين كنت. سو خلينا نبلش. حبلش اول شي بهيدا البرايمر من ميبيلين. اوكي، انا اخر فيديو نزلته على يوتيوب كان ب 14 نوفمبر، كان الرود تريب انا وماما على الشوف. ما رجعت نزلت شي من بعده حتى اجى عيد ميلادي وكنا فتنا بتوتال لوك داون بلبنان. سو عملوا لي رفقاتي هيك سمول سربرايز بالبيت، وهي هي كانت. ما كنت كتير عم نزل كونتنت، بالعكس قررت اني اخذ بريك، ما عاد نزل شي بهالفترة. حاخذ اول شي هذا الفيت مي كونسيلر من ميبيلين، شيتان تحت عيوني. حاخد ارجع اخد هيدا كمان من ميبيلين كونسيلر يلي هو سوبر ستاي بشيت لايت 15، وفتح هون بهالطريقة. كمان من ميبيلين حاخد هيدي الستيك يلي هي كمان سوبر ستاي بشيت كراميل، وحاعمل حارجع اخذ هيدا الكريم بلاش من فانتي بيوتي بشيت ستروبري دريب، وححط هون. حاخذ بيوتي بلندر واعمل بلندينج لكل شيء على وجهي. الشيء البوزيتيف يلي صار من ورا اللوك داون ومن ورا الحجر يلي عشناه هو انه قدرت اخذ وقت اني اقعد مع حالي، فكر بانا شو بدي، شو زعجني، شو الامور اللي لازم اغيرها، وكيف معقول تتغير. هيك بكون عملت بلندينج. حاخد هلا هيدا الستينج باودر من ميبيلين وثبت فيه وجهي. وكلنا بنعرف قد ايه كانت 2020 سنه كثير صعبه علينا كلنا سوا، وعلى لبنان بالاخص، انه بين ثورة وانفجار بيروت والغلا يلي صاير وفرق العملة وفرق الدولار، هيدا كله كمان بيعمل انكزايتي، بخلينا انه نوصل لمرحلة انه نفكر اوكي شو النكست، شو معقول نقدر نعمل، شو معقول نقدر نغير، كيف معقول نقدر نغير. بنحس حالنا اوقات انه عن جد ما فينا نعمل شيء، اوقات بنحس فينا انه فينا نعمل كتير قصص. يعني بتبلش تفوت بانكزايتي عن جد كتير قوية من ورا الوضع يلي نحنا فيه. حاخد هلا هيدي الباليت من ميبيلين اللي هي فيس ستوديو برونز باليت. فبهيدا البريك اللي اخذته كرمال تفكر انه عن جد شو بدي اعمل، كيف لازم اشتغل، كيف لازم اتصرف، شو لازم اغير بحياتي، كرمال تبلش اطلع شوي 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 من الانكزايتي اللي انا عايشه فيها. انه شو فيي اعمل هيك تو امبروف ماي سيلف، تحقق طموحي وتعرف انه كيف بدي اوصل للقصص اللي بدي اياها، شو اللي مأثر فيي، شو لازم غيره. ما فيي ضلني مطرحي، لانه في كتير امور مش بايدنا نغيرها. الوضع بلبنان ما بايدي غيره، بس انا بايدي غير انا شو عم بعمل لحالي كرمال تقدر طلع كل شيء بوزيتيف من يلي دار مندار. يعني اقدر على القليله حسن حالي اذا انا مش قادره احسن الوضع يلي دار منداري. الباودر خصوصا انه يلي عنده انكزايتي كتير صعب انه يقدر يتصرف، يقدر يعمل قصص بتفيده، لانه راسه بيكون بغير محل، مشوش على غير قصص، عتلان هم قصص، فما في يتحسن وينجح بالحياه اذا هو بعده معلق بامور شربكته مع نفسه الشخص. سو اخذت كذا قرار بديسمبر كانوا منهم كتير صعبة انا اخذها، كانت صعبة علي، صعبة على غيري، بس من بعد ما اخذت هالقرارات وتعديت المرحلة الصعبة شوي من اخر نوفمبر لاول ديسمبر، يلي بقي من ديسمبر جربت اني عن جد اقضي مع رفقاتي، مع عائلتي، اعمل رود تريبس، اعمل مشاريع، ابرم كزدر، وعن جد كان ديسمبر تو ريممبر.
كان بعقد ديسمبر كتير 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 انبسطت عن جد، كنت بحاجة يعني اخد هيدا البريك بعيد عن السوشيال ميديا، عن كل شيء يوتيوب وانستغرام والبانيك انه كيف بدي اصور وانا مش حاسة حالي منيحة. قررت انه انا اشيل هيدا الضغط عن نفسي كرمال تبلش بداية مقلعة وافضل. ما بعرف اذا عم توصل الفكرة. وهلا ححط لكم كم صورة لشو كنا عم نعمل بديسمبر وكيف قضينا ايامنا وهيك. هلا حاستعمل هيدا البلاش من كيكو، كيكو ميلانو بالشيت 6. هارجع اخد اي شادو براش واخد من البلاش ومده فوق عيني كمان. رجعت اخدت هيدا البلاش وحجرب اوصل الاي شادو يلي من البلاش مع البلاش يلي حطيته على خدودي بهالطريقه. عم استعمل هلا هيدا من لوريال يلي هو براو ارتست بلامب اند سيت جل، ومشطت فيه حواجبي. واهم شيء يلي عرفته من بعد البريك اللي اخذته انه اوقات قرار صغير مع شويه شجاعه مع شويه ثقه بنفسكم تقدروا تاخذوا قرار مصيري لحياتكم. اكيد كنتوا قاعوا بمشاكل، اكيد يمكن تواجهوا كتير قصص، بس انه قرار صغير عن جد شوية شجاعة وتكونوا ردي انه انكم توقفوا بالمشكل وتضلكم مكفيين معقولة تخلوا حياتكم تتغير للأحسن اذا انتوا عرفتوا اخدتوا القرار الصح. سو منا هينة، اكيد منا هينة، بس بدا شجاعة وثقة بالنفس. واهم شيء يكون عندكم ثقة بحالكم انه انتم بتقدروا توصلوا للي انتم بدكم اياه وبتوصلوا للي انتم بدكم اياه. هلا حاخد هول الاي بنسلز من فانتي بيوتي وحاخد هيدا الشيد يلي هو ايس دونز وححط منه فوق عيني على الجفن المتحرك. اوكي وهيك بنكون خلصنا ديسمبر و 2020 بطريقة حلوة ومع اصحابي وتسليت كتير. عن جد كان ختام ل 2020 really good وبلشت 2021. سو في يقول انه بلشت 2021 بطريقة كتير حلوة، وكانت جانيوري عن جد بداية كتير حلوة ل 2021 وان شاء الله تضل مكفية السنة كلها هيك. رح ارسم ايلاينر صغير فوق عيوني بهيدا القلم لولاينر سيجنتشر من لوريال، هو بشيد روج نوار انغورا. من بعد ما رسمت ايلاينر ححط تحت عيني. لكن بعد ما خلص الايلاينر احمر بدي استعمل هيدي الماسكارا من ميبيلين اللي هي The Falsies Lash Lift وحط عيوني. من بعد ما بلشت 2021 قررت انه انا عن جد بدي ركز على الجولز تبعي يلي هن كل شيء خاصه بالسوشيال ميديا، ميك اب، يوتيوب، هيلثي لايف ستايل تبعي والورك اوت. وضلني محافظه على الروتين اللي بلشت فيه لانه انا ضعفت ب 2020 10 كيلو. صور انا من العالم يلي الحجر بالبيت في ايده. اذا بتحبوا تعرفوا كيف نزلت 10 كيلو بظرف تقريبا اقل من سنه بشوي، قولوا لي فيي اعمل فيديو اشرح عن هذا الموضوع، ما عندي مشكل. واكيد واهم شيء انه انا وعم جرب حقق كل الجولز تبعي وركز على الشغل اللي بدي اشتغله عن جد. اهم شيء اني ما غض النظر عن المنتل هيلث تبعي، عن السوشيال لايف تبعي، وعن الهيلث تبعي. سو
هولي أكيد أكيد ما لازم أغض النظر عنهم أبدا أبدا أبدا، يعني نجرب قد ما في أعمل إكليب بين الأمور. سو كان عن جد هيدا البريك اللي أخدته خلاني أعرف كيف نظم أموري، حط على ورقة وقلم الستبس، شو بدي أعمل، شو بدي أخد، شو بدي أشيل، شو بدي أحط، ورجلش كل شيء كرمال ارجع بلش بطريقة اني اقدر ضلني مضاينة واقدر ضلني عم نزل كونتنت بلا ما اقصر. حارجع على هيدي الباليت من ميبيلين واخد الهايلايتر الاول اللي فوق و I'm really happy انه رجعت صور ليوتيوب واني عم صور هيدا الفيديو احكي معكم عن القصص اللي قطعت فيها وكيف رجعت وصلت لهون اني ارجع بلش من اول وجديد، مش من اول وجديد، اني ارجع كفي يلي مبلشته بس بطريقة professional اكتر وطريقة احسن اكيد، وان شاء الله تكون للافضل لبعدين كمان. وشي كتير مهم بدي اقوله كمان، حاستعمل هلأ هيدا الحمرة من Maybelline Superstay Ink Crayon بشيد 20. Enjoy the view. Enjoy the view. اوكي وشي بدي اقوله وركز عليه انه ما تخلوا حدا بالحياة يحسسكم ان انتو منكم good enough انكم تقدروا تعملوا يلي بدكم تعملوه او تحققوا يلي انتو بدكم تحققوه. انتو رائعين، انتو فيكم تعملوا يلي بدكم اياه وتجربوا يلي بدكم اياه. اذا نجحتوا بتكونوا نجحتوا، اذا فشلتوا بتكونوا فشلتوا، بس على القليلة بتكونوا حاولتوا. كل ما احط منه بحس حالي انه عن جد كثير عم بلاقي اكل بانكيكس، ريحته كثير طيبه. حارجع اخذ هيدا الجلوس من فانتي بيوتي بشيد تافيتيز جلوس بوم. وهلا من بعد ما خلصنا اللوك بنثبته بهيدا الفيكسينج سبراي من ميبيلين يلي هو لاستيك فيكس، كتير بحبوه. وهيك جايز بنكون خلصنا اللوك لليوم، وان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا شوي من يلي قلتوا من يلي انا قطعت فيه. تقطعوا بانكزايتي، تقطعوا بايام تكونوا فيها داون، تقطعوا بايام تحسوا انه خلص ما بقى فيه، كتير نورمال. بس الاهم انه انكم ترجعوا توقفوا على اجريكم تاخذوا القرار الصح كرمال تتكفوا بطريقه صح، وما تخلوا ابدا ولا شيء ولا حدا ولا اي شيء ينزلكم نزول. دودو ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وتسليتوا معي اليوم، وان شاء الله حنضل ننزل بطريقه مستمره. و thank you كتير 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 عن المشاهدة، و you guys are amazing. و please guys ما تنسوا انكم تابعوني على انستغرام تيك توك و subscribe to my channel و شغلوا جرس النوتيفيكيشن كلما يوصلكم نوتيفيكيشن كل مرة حنزل فيها فيديو، لانه حبلش نزل كتير. سو حضروا حالكم، وكتير حبيت انه صار هيدا الكاتشوب بيناتنا اليوم. love you guys، take care، stay safe من كورونا. thank you.